خلينا نروح ايضا لاحد المكرمين الحقيقه، واللي برضه كان ليه جهد كبير الحقيقه خلال الفتره السابقه في شركه الاهلي للانتاج الاعلامي، استاذ محمد يوسف. استاذ محمد، ازي حضرتك يا فندم؟ ويعني امبارح تكريم رائع، بنعتبره تكريم رائع. الله يخليك كابتن اسلام، منور الشاشه وكره النادي الاهلي دايما منوره بيكم وكل القائمين عليها. ربنا يخليك يا فندم. لما الكابتن خطيب وكل مجلس الاداره المحترم لما بيكرمنا بهذا الشكل، ده بيزيدنا عطاء واصرار ان احنا نبذل اقصى ما وسعنا لخدمه جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي على قدر المستطاع طبعا، وفي ظل كل الامكانيات المتاحه. لكن الحمد لله احنا قدرنا في الفتره اللي فاتت نجاحات كثيره جدا، دار برضه في اطار تعاون مشترك بيننا، وكنت شايف البرزنتيشن لايف للامانه ما احناش لوحدنا. اعتقد ان الفتره اللي فاتت كانت فتره مستمره جدا جدا. يعني حضرتك كنت عارف ان كل ده هيحصل يا استاذ محمد، ولا فوجئت بالكلام ده على الشاشه؟ خالص خالص، تمام والله تمام. ما كانش عندنا اي معلومه عن محتوى البرزنتيشن العظيم اللي احنا شفناها امبارح، سواء اعضاء النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي او حتى الاعضاء اللي كانوا حوالين الشاشات. ايوه، لكن ما كانش عندنا يعني اي ادنى فكره. انت عارف ان الكابتن محمود دايما ربنا يكرمه كده بيفاجئنا بكل الحاجات الجميله اللي احنا بنشوفها منه بصراحه. امبارح البرزنتيشن كانت رائعه جدا جدا جدا. اعتقد ان هي ادت لاعضاء النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي فكره عن كل ما تم والانجازات اللي تمت والمجهود اللي بذل في الاربع سنوات اللي فاتت، وده بيزيدنا برضو اصرار على الاربع سنوات اللي جايه ان شاء الله. الكابتن خطيب اعلن امبارح بشكل رسمي ترشحه لفتره النادي الاهلي القادمه، يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكون اكثر اصرارا، يكون ليها عائد جيد على اعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ان شاء الله. يعني انا كنت لسه بتكلم في موضوع ان احنا كنت بقول ان هي يعني مش غريبه للاهلاويه، ولكن غريبه لبعض من لا يشجع النادي الاهلي، ان حتى الان ثلاث ايام او اربع ايام من فتح باب الترشح ومحدش نزل. حضرتك يعني برضو من الناس اللي طول عمرها في النادي الاهلي، ممكن تشرح لنا الفكره في هذا الامر؟ ده ترسيخ لمبدا الاهلي في الجميع، ان الكل بيتنازل عن طموحاته في سبيل النادي الاهلي. نعم. فبالتالي لما بنقترب من موعد الانتخابات وفاضل ثلاث ايام على غلق باب الترشح، ولغايه دلوقتي حتى الاعداد المتقدمه بغض النظر عن مين من القدامى او اي حد يعني، لكن ده في الاخر بيقول ان الكل هيتوب وهيتنازل لمصلحه النادي الاهلي. هو ده التجسيد من وجهه نظري انا الشخصيه يعني. اللي احنا اتعلمناه في النادي الاهلي ان الاهلي اي حد من ابنائه زي ما الكابتن دايما وزي مجلس الاداره ما بيتكلم، زي ما الكابتن حسن ربنا يديله الصحه برضه، عن في حفل بكره للكابتن حسن والدكتور طبعا مصطفى. طبعا اعلنا، علمونا ان مبادئنا بتقول كده، ان احنا كلنا هندوب وهنصغر لمصلحه النادي الاهلي. مين ينزل مين يبقى موجود في الاخر هو هيبقى في خدمه الكيان. يعني الحقيقه امبارح حتى اداء الكابتن على المسرح كان رائع جدا، كلامه في الاخر اللي هيجي بعدنا يعمل كده، لو احنا كملنا هنكمل، لو احنا يعني دي الفكره اللي احنا دايما بنتكلم عنها، ان في النهايه النادي الاهلي هو فوق جميع ابنائه وجميع اعضاء جمعيته العموميه وجمهوره. الحقيقه يا حاج محمد، جيل بيسلم جيل. أيوة. اللي احنا قلنا عليه تواصل الاجيال، وبالتالي ما بيفرقش مين اللي يكون موجود، لان في الاخر سيستم النادي الاهلي ونظام النادي الاهلي هو اللي بيبقى متبع. القائمين عليه هم اللي بيرانوا السيستم دوت بغض النظر عن مين اللي موجود. برضه تاني ده ترسيخ لمبدا تواصل الاجيال. متاكدين اللي هيختاروا الكابتن محمود الخطيب ان شاء الله وهيكون هيقود المسيره في الاربع سنوات اللي جايه، اكيد هيكون في خدمه الكيان، واكيد هتكون فريق عمل متناسق، وان شاء الله ربنا يوفقهم يا رب. يا رب ان شاء الله. اشرح لنا بقى ايه اللي ممكن التطوير اللي يحصل في شركه الاهلي للانتاج الاعلامي خلال الفتره اللي جايه من وجهه نظرك. والله في شويه خطط كده احنا بندرسها، انت عارف برضه احنا في النادي الاهلي متعودين ان احنا طبعا مش ما نقدرش نتكلم في حاجه الا لما نكون درسناها بشكل جيد جدا. نعم. لكن فعلا ان شاء الله ان شاء الله في الفتره اللي جايه في مشروع او اثنين ان شاء الله هيضيفوا كتير جدا لشركه الانتاج الاعلامي، وانا دايما باكد على ان شركه الانتاج الاعلامي والشركات الاخرى اللي انشئت في خلال الاربع خمس شهور اللي فاتوا دول هما ذراع ان شاء الله هيكونوا ذراع اقتصادي للنادي الاهلي، وهيقدروا يزودوا اقتصادي واستثماري. مظبوط. طبعا طبعا استثماري للنادي الاهلي، ويقدروا ان هم ان شاء الله حجم الميزانيه حتى اللي الكابتن عرضها امبارح تزداد، لكن ان شاء الله في مشروع او اثنين باذن الله هنعلن عنهم في الوقت المناسب، وهيكونوا طفره كبيره جدا لشركه الاهلي للانتاج الاعلامي، زائد استمرار التعاون المشترك مع شركه برزنتيشن لايف واللي هي واخده حق الاداره حاليا، والحمد لله في تناغم كامل كامل من خلال مجلس الامه كمان بين الشركتين.
انا بشكرك جدا يا استاذ محمد على وجودك معانا، المدير التنفيذي لشركه الاهلي للانتاج الاعلامي واحد المكرمين الحقيقه في مؤتمر الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته.